واحد يقول الشيطان غير مادي أي شيء نوراني، فكيف يستطيع أن يتشكل بأشكال مادية؟ ممكن يتشكل بأشكال مادية. نعم. ما هو إما هذا الإنسان يحاسب عن أعماله قبل دخول الشيطان فيه، لإما لو ربنا أراد أن يبعته حد من القديسين يخرج الشيطان اللي من عنده، يبقى بعد كده عنده فرصة للتوبة. ما هو طبعا ربنا ما بيسمحش إن واحد زي كده يموت غير لما يكون مخلص. يعني أنا دايما أقول إن ربنا بياخد الإنسان في أحسن حالاته، لو لقى ليه حالة أفضل من كده كان يمد